السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر أبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: الملك يوجه لصرف المكرمة الرمضانية، تحويل مبالغ الدعم الحكومي لرواتب البحرينيين بدءا من 16 من شهر إبريل، البحرين تتقدم خليجيا وعربيا في مكافحة فيروس كورونا. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: السفير الأمريكي، إجراءات ولي العهد وضعت نهجا شاملا لاحتواء الفيروس، زايد كورونا يرحل مناقشة ديوان الرقابة للدور القادم، تحويل رواتب الخاص يوم الخميس وغدا موعد للتسجيل. وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت: قريبا أول مصنع للكمامات بمملكة البحرين، عودة 956 سعوديا عالقا بمملكة البحرين عبر الجسر، الغرفة تبحث تحديات قطاع الفنادق. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت تحويل مدارس إلى سكن مؤقت للعمالة الوافدة، أكثر من 53% نسبة التعافي من فيروس كورونا في مملكة البحرين، 165 بحرينيا عادوا من القاهرة، وإجراءات لعودة 75 آخرين. أهلا بكم من جديد. من صحيفة الأيام نقرأ أن المستشار أسامة العصفور الأمين العام لمجلس الشورى أكد أن الأمانات العامة للمجلس ستقوم بعقد أول جلسة عامة عن بعد للسلطة التشريعية اليوم الأحد باستخدام تقنية البث المرئي المباشر وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية. من صحيفة الأيام نطالع أن تقريراً مفصلاً قامت وكالة الأنباء الأمريكية بنشره أشار إلى أن مملكة البحرين في مقدمة الدول التي أثبتت فعالية الإجراءات الاحترازية التي قامت بها، والتي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها النموذج الذي يمكن للدول الأخرى أن تستفيد منها بسبب النتائج السريعة التي تحققت والتي تمثلت في المعالجات الشافية للمرضى ووقف انتشار المرض ومحاصرته. وأكد أن تجربة مملكة البحرين تعطي دروسا قيمة للعالم والدول التي تسعى إلى مكافحة وباء كورونا. تناولت صحيفة الأيام أن شؤون الجمرك تدشن خدمة التخليص الجمركي عن بعد للبضائع اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم للرابع عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك لإتاحة إمكانية تقديم البيان الجمركي وإتمام عملية دفع المستحقات المالية عن بعد باستخدام نظام فواتير دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. بيّنت صحيفة الأيام أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نوهت بتحويل مبالغ الدعم لشهر إبريل في حسابات المنشآت ابتداء من تاريخ 16 من الشهر الجاري، داعية أصحاب العمل إلى الانتهاء من تسجيل بياناتهم إلكترونيا، حيث أن آخر موعد للتسجيل في 6:00 من مساء يوم غد الاثنين 13 من شهر إبريل الجاري. كورونا والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عنوان مقال في صحيفة أخبار الخليج للكاتب محميد المحميد، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. خطوة تحسب للمؤسسة الوطنية، فهي لم تكتفي فقط بزيارة السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل والإطمئنان على السجناء والموقوفين، لكنها واصلت دورها الإعلامي والتوعوي بجانب القيام بزيارات ميدانية لمراكز العزل والعلاج والحجر الصحي الاحترازي،
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين مارست دورها وواجبها ومسؤولياتها باعتبارها عضوا بارزا في فريق البحرين. وحضور وتواجد المؤسسة لا يقتصر فقط على ثقافة الحقوقية والحقوق والواجبات ومتابعة الشكاوى الحقوقية، ولكن العمل الحقوقي في المؤسسة الوطنية أحسنت وأجادت المؤسسة في تواجدها خلال جائحة كورونا، وأخذت خطوة استباقية حكيمة في متابعة ورقابة إجراءات الدولة، والتي وجدتها متميزة ورفيعة ومواكبة لإرشادات منظمة الصحة العالمية والمبادئ الحقوقية الدولية. صحيفة أخبار الخليج نشرت أن وزارة الداخلية أعلنت عن تهيئة بعض المدارس لتكون سكناً مؤقتاً للعمالة الوافدة للعمل على تخفيف كثافة هذه العمالة في مناطق سكنهم، وهو إجراء احترازي مؤقت. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدأت بزيارات ميدانية لمراكز العزل والعلاج والحجر الصحي الاحترازي ومقابلة الطواقم الطبية والتواصل مع بعض المعزولين والمحجورين للإطلاع عمليا على تطبيق المعايير المناسبة للخدمات المقدمة لهم. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن 165 مواطناً وطالباً بحرينياً غادروا مطار القاهرة يوم أمس كدفعة أولى عائدين إلى البلاد، وأكد هشام الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جميع الدول العربية أن سفارة المملكة بالقاهرة ستقوم بتسيير رحلة أخرى خلال الأيام المقبلة لتسهيل مهمة رجوع عدد آخر من أبناء المملكة الراغبين في العودة إلى البلاد. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أعلنت عن توفير خدمة حجز المواعيد لإجراء الفحص النهائي للحالات الخاضعة للحجر المنزلي من خلال المركبات عبر تطبيق مجتمع واعٍ، وذلك قبل 3 أيام من انقضاء مدة الحجر المنزلي. ومن صحيفة أخبار الخليج نطالع أنه بسبب ازدياد الطلب على الكمامات الطبية بسبب فيروس كورونا، أعلن كل من رجل الأعمال البحريني محمد عبد العال والدكتورة سارة الريفي عن إنشاء أول مصنع لإنتاج الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الطبية الأخرى في مملكة البحرين. نشرت صحيفة الوطن مقالا للكاتب فيصل الشيخ بعنوان بشأن كورونا والعمالة الوافدة، إليكم هذا المقال. هناك أمور تبعث على القلق بالضرورة، ولربما بعضها يكون بمثابة قنابل موقوتة يخشى انفجارها على حين غرة، كما كان الحال مع وضع سوق المنامة والتكدس البشري الكبير فيه، والذي تعاملت معه الحكومة بشكل سريع لتمنع أي تبعات تحصل بسبب هذا الوضع الخطر. اليوم لو جئنا نحسب عدد الإصابات التي سجلت في صفوف العمالة الوافدة سنجد رقما غير قليل مقارنة بالإصابات في صفوف البحرينيين، وهذه الأعداد سنجد أن طريقة إصابتها بالفيروس نتيجة المخالطة في المقام الأول، مع احتمالية كبيرة للمخالطة والإصابة، خاصة بالنظر لوضع سكن العمال ووجود تكدس لأعداد كبيرة في شقق أو غرف أو بنايات منتشرة في مناطق البحرين، وهي مسألة سببها عدم تجديد الإجراءات في السابق على مستقدمي العمالة. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التفتيش
دشنت برنامجها العملي للاستفادة من أعداد المسجلين على المنصة الوطنية للتطوع لدعم التفتيش الميداني. بعد أن دشنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين تطبيق مجتمع واع الهادف إلى تعزيز متابعة حالات الحجر المنزلي وإمكانية رصد الحالات المخالطة، نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن شركتي أبل وجوجل أعلنتا عن تعاون غير مسبوق للاستفادة من تكنولوجيا الهواتف الذكية في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا، حيث ستعملان على تطوير تطبيق جديد لتتبع انتشار كوفيد-19 في مختلف دول العالم. لفتت صحيفة البلاد أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين أشاد بتعاون الجهات المعنية في مملكة البحرين، معربا عن تقديره للجهود التي قدموها في تسهيل إجراءات إجلاء السعوديين إلى المملكة الشقيقة. نشرت صحيفة البلاد أن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ترأس اجتماعا أمنيا لمتابعة خطة المحافظة في تخفيف كثافة العمال في مناطق سكنهم وإمكانية الاستفادة من المنشآت التعليمية والاجتماعية. نشرت صحيفة البلاد في صفحتها الأخيرة صورة لمتطوعة بحرينية بصفوف الدفاع المدني تشارك في أعمال التعقيم التي تقيمها وزارة الداخلية في مختلف مناطق مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.